الرحمن الرحيم ده نشاط تدريب جميل جدا في الحساب، معمول خط اعداد وبعدين بنلون على حسب العدد وبنحط نقاط على حسب العدد. معانا الطالبة سيلفانا هتلون لنا برضو على حسب العدد. اول عدد اسمه ايه يا حبيبتي؟ واحد. يلا لوني كده، هتلون. ايوه اتك على القلم. ايوه ماشي. لا 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 احنا عايزين نكبرها شوية كده اهوت. نكبر الايه؟ نكبر النقطة بتاعت العدد كده. انت مبوظه القلم ولا ايه؟ طب نلون بالاحمر اهو، اهي ماشي جميل قوي. طيب العدد الثاني، ها يلا لوني. برافو. 2. ها يلا. ايوه شطوره. واللي بعده بس النقط تتحط صح بقى. يلا اعمل الخمسه كده، 2 تحت وواحده في النص وواحده واثنين فوق. ايوه ممتازة ممتازة. ده التدريب. سقفوا لحبيبتكم سيلفانا. برافو برافو شاطر.